قعدتنا كل يوم خميس والساعة دلوقتي 5 بالظبط. معانا النهاردة المجانية الخاصة بإيبك، تابعوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا التفاصيل. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده ان شاء الله معانا من سلسلة اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانية، مجانية ستيم الاسبوعية اللي بتكون كل خميس الساعة 5 بتوقيت القاهرة. يعني اللي بيشوفنا لاول مرة يعمل حسابه كل خميس هيكون معانا لعبة مجانية من منصة ايبك. طبعا احنا دلوقتي فاتحين المنصة ومفروض على البيج الخاصة بالستور، وطبعا سريعا كده معلومة في السريع، زي ما انتوا شايفين دي اوفرز موجودة من يوبي سوفت فورورد سيل، كنا اتكلمنا عنها قبل كده، تقدروا تشوفوا فيديو من علامة الاي اللي هتطلع فوق، وكنا قلنا ازاي تحصل على لعبة فار كراي 5 الجولد اديشن مقابل فقط 8 دولار، يعني حتى سعرها اقل من سعر فار كراي 5 الستاندر اديشن اللي سعرها مفروض 9 دولار او 9 يورو على منصة يوبي سوفت. المهم خلينا نكمل موضوعنا، انت هتنزل شوية صغيرة قوي كده هتلاقي حاجة اسمها فري جيمز، لو دوسنا على الفري جيمز هيفتح لي الصفحة الخاصة بالفري جيمز، ومعانا اسبوعية النهاردة وهي لعبة تورش لايت 2. لو دخلنا على البيج ولكن قبل ما ندخل مكتوب انها فري ناو لحد يوم 23/7 الساعة 5 عصرا، يعني يوم الخميس اللي جاي الساعة 5 اللعبة دي هتكسباير وهيجيلنا مكانها لعبة تانية لسه مش عارفين هتكون ايه، نأمل انها تكون لعبة تقيلة وانا اتوقع كده. هتدوس عليها وهتدخل على البيج الخاصة بيها، وزي ما احنا شايفين ده بيكون فيديو كده مبسط عن الاجواء داخل اللعبة علشان اللي مش حابب يلعب او يحمل اللعبة ما يتعبش نفسه فيها وفي التحميل، خصوصا لو مساحتها كبيرة. طيب زي ما انت شايف اللعبة مفروض انها فري وسعرها اصلا 9 دولار، ولكن هي نازلة في العرض النهاردة فري. طيب الديفولوبر بتاع اللعبة دي اسمه رانيك جيمز، ومفروض الببلشر اسمه بيرفكت وورلد انترتينمنت، واللعبة دي مفروض كانت افيلابل او معرفش هو اصلا النهاردة اول يوم ليها صدور 16 جولاي 2020، ولا يقصد صدورها على منصة ايبك، ومفروض اللعبة دي اكشن وكوبريشن وار بي جي، يعني هيكون فيها مفروض مالتي بلاير، ومش حاطط ريتنج للعبة، واللعبة دي مفاجأة تشتغل على منصات الماك بوك لمستخدمين اجهزة الماك زي ما هتكون متاحة لمستخدمين الويندوز. لو نزلت شوية هتلاقي هنا بيتكلم عن شوية انفورميشن عن اللعبة، سواء الكاركترز او المالتي بلاير والاوبن وورلد الخاص بيها والنيو جيم بلس وشوية حاجات كده وصور، لو في فيديوز لو في اي انفورميشن هتخليك تقرر تاخد اللعبة ولا لا، وفي هنا الريتنجز او نقدر نقول ريفيوز مفروض ان هي مقدمة، اللعبة اخدة سكور 9.1 او 9 او 8.5، يعني نقدر نقول المجمل بتاعها 95% ريكومندد، ومفروض 83 الافريج، والاوبن مفروض ريتنج بتاعها سترونج. طيب لو نزلنا تحت نيجي على اهم جزئية دايما بنتكلم عنها وهي جزئية الاسبيكس او متطلبات التشغيل. هنتكلم في الاول كده على الويندوز المينيموم، اقل حاجة يمشي معاك ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 او فيستا او ويندوز 7. البروسيسور بتاعك حتى لو هو سيب 2 او اللي بيسموه 86 اكس كومباتيبل ويكون 1.4 جيجا هرتز او اعلى، ورامات حتى لو 1 جيجا تشغل اللعبة. المواصفات الموصي بيها ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 فيستا ويندوز 7، واضح ان اللعبة قديمة ولكن تاريخ الصدور بتاعها صدرت على يقصد بيها منصة ايبك. البروسيسور برضو هو مفيش فرق ما بين الاتنين لحد دلوقتي، المينيموم زي ريكومندد. بالنسبة للماك تقدروا توقفوا الصورة وتشوفوا المواصفات، شايف انا في الماك طالب مواصفات عالية. طبعا بالنسبة للغات اللي بتسبورت اللعبة ديت سواء الايديو او التكست، كل اللغات اللي قدامنا فيهم الانجليش لكن ما فيهمش العربي. طيب هنطلع فوق وهنطلب اللعبة زي كل لعبة اتعودنا اننا نطلبها عادي جدا، هتدوس على الزرار اللي اسمه جت،
مفروض ان هو هيحولك على البيج الخاصة بالاوردر، ومفروض بيقولي loading your order زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، وفتح لي السمري بيج بتاعة الاوردر بيقولي ان اللعبة $9 انت مش هتدفع حاجة خالص، هتعلم هنا علشان تاخد اخر الاخبار من الببليشر او الديفولوبر بتاع اللعبة وهتعمل بليس اوردر. قالك confirming thank you، ومفروض في ايميل بيجي لك زي ما تعودنا، وجالي البوب اب انستوليشن اللي بيأكد ان اللعبة خلاص موجودة عندك. خلينا يا اما نعمل انستول ناو من هنا او نروح اللايبراري، تقدر تروح اللايبراري من هنا او تروحها من هنا. خلينا نروح على اللايبراري ونشوف لعبة النهاردة نزلت معانا ولا لا. طبعا الترتيب بيبقى بجدي موجودة معانا اهي تورش لايت 2. طيب دلوقتي بقى خلاص احنا كده اخدنا اللعبة على المكتبة عندنا، هل لازم احملها؟ عشان الناس اللي بتسمع لاول مرة او بتشوفني لاول مرة، هل لازم احملها الوقت عشان اخد العرض؟ لا يا باشا، انت كده العرض خلاص معاك، تقدر تحملها اي وقت حتى لو بعد 100 سنة، خلاص هي على الاكاونت بتاعك، تقدر تحملها على اي كمبيوتر انت فاتح منه الاكاونت ده وتلعبها طول ما انت فاتح الاكاونت في اي وقت انت عايزه. طيب ازاي بقى بنعمل انستول؟ عشان تعمل انستول بتدوس عليها نفسها كده، ومفروض بيقولك اختار مكان الانستوليشن، تقدر ان انت تغيره من زرار براوز دوت. انا هعمل انستوليشن بتاعها في الدي جيمز ايبك جيمز جواها فولدر اللي هو تورش لايت 2، وهنا عشان اخد الاوتو ابديتس لو بينزل لها ابديت، وهنا علشان يجيلي شورت كات على الديسك توب. طيب هنعمل انستول دلوقتي بالشكل دوت كده، هي مفروض بتنزل في الداونلودز، وحاجة انا نسيت اقولها هنشوفها جوه الداونلودز، وهي تاخد قد ايه من الباقة ومحتاجة مساحة قد ايه على الهارد ديسك. هندوس على الداونلودز، هتاخد من الباقة بتاعتنا جيجا فاصل 570 ميجا، خلينا نوقفها لان انا مش هحملها، وبالمرة نلغيها خالص. تمام، ودلوقتي هاجي عليها بالشكل ده، او لو هي طلعت فوق اهيت هاجي بالشكل ده، وهعمل اون انستول عشان اشيلها لان انا مش من هواة اللعبة دي، ولكن كان غرضي اعرفكم ازاي تحصلوا عليها، اكيد في ناس كتيرة جدا بتحب النوعية دي من اللعبة. طيب تعالوا نروح على اللعبة تاني، جو تو ستور بيج، ونقول هي هتاخد قد ايه من الهارد ديسك بتاعك. مش مكتوب، مش انا اللي نسيت، هو مش مكتوب، ولكن تقريبا هتاخد 2 جيجا ماكسيموم تقريبا على ما اعتقد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى مشاركة الفيديو، اتمنى نوصل ل 150 لايك، والناس اللي بتشوفني الاول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.